يلا شباب، يلا يا مصطفى، يلا إن شاء الله رح نبلش بوحدة جديدة، وحدة المساحات والهجوم. هاي الوحدة عبارة عن قوانين وبنطبق على هاي القوانين، تمام؟ كلها عبارة عن قوانين وطبق عليها. فهاي الوحدة رح نحتاج فيها حفظ كتير، يعني أنت لازم تتابع معي أول بأول وتحفظ القوانين أول بأول عشان ما تتراكم، لأنه آخر الوحدة رح يكون بحدود ال 15 20 قانون رح يكون معك، فكل حصة رح أسمع القوانين، تمام؟ طيب قبل ما نبلش في الدرس، والله بحكي جد، ليش بيني وبينكم مزاح؟ لو سألتك شو يعني محيط هاي الغرفة؟ ما أسألك شو يعني محيط هاي الغرفة؟ سير ما تحكوا ماس. اي صالح، لا محيط بتفرق عن المساحه، المساحه شيء والمحيط شيء ثاني. هاي محمد، لا انتوا فاهمين غلط، لما تحكي مساحه داخليه يعني عم نحكي عن مساحه. ما بدي قوانين، انا بحكي لك هاي الغرفه عباره عن شو. لما اسالك محيط هاي الغرفه، يا عمار بدي اسمع. أنا بدي أحكي، لما أحكي لك محيط هاي الغرفة عبارة عن، شايفين الحيطان؟ عبارة عن مجموع أطوال هاي الحيطان. لما أسألك أنا دائما عن المحيط، من كلمة محيط يعني الإشي اللي بحيط في الإشي اللي عم بسألك عنه. فلو أنا سألتك عندي غرفة شو محيطها، بدك تجمع أطوال أضلاع هاي الحيطان. لما أحكي لك عندي حديقة بدي أسيجها، طول السياج عبارة عن محيط هاي الحديقة. لما احكي لك عندي اطار صوره، طول الاطار عباره عن محيط هذا الاطار، تمام؟ فدائما لما نسالك عن محيط، المحيط هو عباره عن الشيء اللي بحيط الشغله اللي عم بسالك عنها، اطوال مجموع اطوال اضلاعه بشكل عام. فلما بدك تميز بين شيء اسمه محيط وشيء اسمه مساحه، لما تحكوا لي الحيز الداخلي للجسم عباره عن مساحه، فلما اسالك شو مساحه هاي الغرفه، من نجمع المربعات، تمام، بيطلع معي مساحة هاي الغرفة. لما أسألك شو محيط هاي الغرفة، تجمع أطوال أضلاع الحيطان، تمام، بيكون عند المحيط. فميز بين المحيط وبين المساحة، تمام. ما راح أرجع أسأل مرة ثانية وما تعرف الفرق بيناتهم، ماشي؟ لما أسألك عن محيط يعني إطار خارجي، لما أسألك عن مساحة يعني حيز داخلي، لأنه الدرس الجاي حيكون مساحة، تمام. لازم كثير نميز بين المساحة والمحيط سابع، في كثير منكم لسه مش عارف الفرق بيناتهم. طيب هلا هيك احنا عرفنا شو يعني المحيط، لما اسألك عن محيط الإشي يعني الإطار الخارجي له. درسنا اليوم بيحكي عن محيط الدائرة، خلينا بالأول قبل ما نحكي عن محيط الدائرة نتعرف على خصائص الدائرة. طبعا شغلات المفروض أنتم واخدينها بس راح نرجع نتذكرها. أي دائرة لما نيجي نرسمها احنا، شو كنا نرسمها؟ بالفرجار، تمام. لما كنا نرسم بالفرجار، الفرجار له جزئين صح؟ الجزء اللي برسم والجزء اللي هي الإبرة، هاي اللي بتثبت. مكان التثبيت
طيب حكينا لما كنا نرسم دائرة كنا نحدد نثبت اللي هي الإبرة تاعت الفرجار في النص ومنها برسم. مكان الإبرة هاي اللي هو بيجي بوسط الدائرة شو بسميه؟ بسميه مركز الدائرة. شو بسميه؟ مركز الدائرة. فأي دائرة لازم يكون لها مركز اللي هو المكان اللي أنا بلشت أرسمه منها، دائما موقعها وين بيجي؟ بيجي بالوسط. إذا هاي هي عبارة عن مركز الدائرة. طيب في كمان شغلتين لازم نكون عارفينهم على الدائرة. في عندي شيء اسمه نصف قطر وفي عندي شيء اسمه قطر. خلينا بالأول نعرف شو يعني نصف قطر. لو أنا حطيت لك أي نقطة على الدائرة تمام ووصلتها بخط مستقيم مع مركز الدائرة راح يكون هذا الشيء اللي احنا رسمناه اسمه نصف قطر. شو يكون اسمه؟ نصف قطر. وبالرموز راح نرمز له بالرمز R لأنه راح نستخدمه بالقوانين. طيب كم عدد أنصاف الأقطار الموجودة على الدائرة؟ ليش أربعة؟ ليش أربعة يا عبد الرحمن؟ لا ممتاز محمد، عندي عدد لا نهائي. ممكن أنا أرسم نقطة هون ممكن هون ممكن هون ممكن هون. كم عدد النقاط اللي بتشكل الدائرة؟ أصلاً الدائرة عبارة عن نقاط لا نهائية موصل بيناتها بخط في خط مستقيم تمام. طيب نيجي على القطر. اذا حكينا هذا المركز، مركز الدائره، واي نقطه على الدائره وصلتها بمركز الدائره بخط مستقيم احنا حكينا عدد لا نهائي من النقاط موصل بينها بخط منحني مش بخط مستقيم تمام. طيب اي دائره على اي نقطه على الدائره موصل بينها مع مركز دائره بسميها نصف قطر. عددهم عدد لا نهائي برمز له بالرمز R نصف قطر. طيب لو كان عندي نقطتين على الدائره وهذول النقاط وصلت بينهم بخط مستقيم يمر بمركز الدائره شو بسميه يا يحيى؟ راح اسميه قطر. فإذا كان عندي نقطة مرسومة على الدائرة وصلتها بخط مستقيم مع مركز الدائرة بسميها نصف قطر. إذا كان عندي نقطتين على الدائرة وصلت بينهم بخط مستقيم، هذا الخط مستقيم يمر بمركز الدائرة بسميه قطر وبرمز له بالرمز دي. فالدي عبارة عن القطر، أما الآر عبارة عن نصف القطر. كم عدد الأقطار الموجودة على الدائرة؟ كمان عدد لا نهائي. أي نقطتين على الدائرة وصلت بينهم خط مستقيم يمر بمركز الدائرة بسميه قطر. لما أجيب لك سؤال بالامتحان كم عدد الأقطار بالدائرة؟ تحكي لي عدد لا نهائي. كم عدد الأنصاف الأقطار يا أحمد بالدائرة؟ ليش لا نهائي؟ بدي أسمعه أشوفه مركز ولا لا؟ شو هو القطر طيب يا احمد؟ انا هيك عرفته. ماشي رائد، انا بدي اسمع احمد. مجد ارفع راسك. يصير تركزوا، قلت لكم هاي الوحده بدكم تركزوا فيها مهمه وصعبه شوي. طيب تفضلي مصطفى. يعني كم خط مستقيم انا بقدر ارسم تمام بين اي نقطتين على الدائره وبمر بنقطه الاصل؟ يعني انا بقدر ارسم هيك، بقدر ارسم هون 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 صح وهون. كم عددهم؟ عدد لاني ما بيخلص. تمام، عدد لا محدود. مركز الدائرة. ايش عبد الرحمن؟ لا مين حكى لك انصاف يعني متوازي؟ لا، ايش يعني نصف قطر؟ شو بفرق القطر عن نصف القطر؟ هذا قطر نصه بيكون اسمه نصف قطر، عشان هيك اسمه نصف قطر. هذا اسمه قطر نصه بيكون اسمه نصف قطر تمام؟ بس لما بدك تحكي متوازي لازم يكون عندي خطين، نحكي عنهم خطين متوازيين، بس احنا عم نحكي عن خط مستقيم واحد. طيب في عندي جزء اخر من مش محطوط عندي هون،
للدائرة. هلا احنا حكينا اذا اي نقطتين على الدائرة رسمنا بينهم بخط مستقيم يمر بمركز الدائرة اسمه قطر. طب لو كان عندي نقطتين على الدائرة وصلت بينهم بخط مستقيم بس هذا الخط ما مر بمركز الدائرة. لا يا مس خلص لا تضلك تحكي. هون بهاي الحالة اسمه هذا الاشي اللي احنا وصلنا اسمه وتر الدائرة. شو اسمه؟ وتر الدائرة. فالدائرة لها أربع أجزاء رئيسية اللي هي مركز الدائرة، نصف القطر، القطر والوتر. تمام؟ طيب هلا احنا اللي بدنا ناخذه اليوم بدنا ناخذ عن محيط الدائرة. أول فكرة بالدرس رح تكون كيف أنت بدك تقدر توجد محيط دائرة، إما معطيك قطرها أو بيعطيك نصف قطرها. تمام؟ قبل ما نحكي عن محيط الدائرة في عندي قيمة تقريبية لازم تكون عارفها اسمها باي. شو اسمها؟ باي. هاي الباي رمزها هيك. هاي الباي هي عبارة عن قيمة تقريبية، قيمتها ثابتة ما بتتغير، قيمتها تقريبا لأنه هاي مش بالضبط تقريبا. إما بنستخدم 3.14 إذا بدي أستخدم كسورة عشرية أو 22 على 7. تمام؟ ليش حطينا تقريبيا؟ لأن هاي 3.14 إحنا قربناها لأقرب جزء من 100، يعني هي لما إحنا نقسم 22 على 7 طلع. لما نقسم 22 على 7 شوفوا الرقم وصل معي؟ هو رقم كبير، عدد رقم لا نهائي، يعني هون الكالكوليتر بتخلص بجزء محدد بس هي عدد لا نهائي لابن الأرقام. فإحنا قربناها أخذوا منها أقرب جزء من 100 وقرروا أنهم يستخدموها في محيط الدائرة في مساحة الدائرة، فأخذوا بس لأقرب جزء من 100، الاثنين ما بتعطي الأربعة فبتضل عندي 3.14. ف 22 على 7 و 3.14 هي قيمة تقريبية لشيء اسمه باي، هاي الباي رح نستخدمها بالقوانين. فبدك تكون عارف رمز الباي وقيمتها. ما بتتغير، هاي قيمة ثابت، لما نحكي ثابت يعني قيمة ما بتتغير، بس هو مش يساوي، يعني هو مش بالضبط 3.14، لا هو تقريبا 3.14 او 22 على 7. طيب مس متى انا استخدم 3.14 ومتى استخدم 22 على 7؟ هاي الباي رح نستخدمها بالقوانين. اذا كان السؤال الرقم اللي معطيني اياه بالسؤال من مضاعفات السبعه، ايش مضاعفات السبعه؟ 7 14 21 28 من مضاعفات السبعه، يعني ايش موجود بجدول السبعه؟ رح استخدم 22 على 7 لاني رح استخدم بالاختصار. اذا كان الرقم اللي معطيني اياه مش من مضاعفات السبعه بهي الحاله رح استخدم الكسور العشري اللي هي 3.14. تمام؟ هلا بتوضح الفكره اكثر. هلا في عندي قانونين للمحيط او هم نفس القانون بس في اسئله رح تعطيك قطر، في اسئله رح تعطيك نصف قطر. ايش المهم؟ طيب باي بس يعني كيف موجود؟ يعني هو هلا اذا انت حابب تقرا عن هذا الشيء موجود عندك بالكتاب. في عندك اكتشاف الباي، كيف اكتشفوا الباي. تمام؟ إذا حابب أنت تعرف أكثر هي موجود هون، تحب تقرأها اقرأها. تمام؟ بس هلا أنت المطلوب منك أنك تكون عارف قيمة الباي أنها 3.14 أو 22 على 7. طيب، هم نفس القانون بس مقسمين لجزئين، لأنه في أسئلة رح تعطيك القطر، في أسئلة رح تعطيك نصف القطر. زمان بالمنهاج القديم كانوا يحطوا قانون واحد بس الأولاد أحيانا يخربطوا. ليش؟ لأنه في أسئلة رح تعطيني قطر، في أسئلة رح يعطيني نصف قطر. فعشان هيك راح فصلوا هدول القانونين، حكى لك إنه إذا بعطيك السؤال نصف القطر، سي عبارة عن المحيط. إذا السؤال أعطاك نصف القطر، شو رح أستخدم القانون؟ لا، رح أستخدم القانون 2 باي في R. لما ما يكون في عملية بيناتهم، شو العملية بينهم؟ العملية بينهم ضرب. فرح استخدم القانون 2 باي R. هذا السؤال هذا القانون بستخدمه متى؟ اذا اعطاني نصف القطر. طب لو السؤال اعطاني القطر شو رح استخدم؟ رح استخدم القانون سي يساوي باي في دي، بحيث ان هدي هي عباره عن القطر، اما الار عباره عن نصف القطر. تمام؟ واحد بيحكي لي مثلا انا بدي استخدم هذا اسهل. لا مش على كيفك، تستخدم لما السؤال يعطيك القطر بدك تستخدم هذا، لما السؤال يعطيك نصف القطر بدك تستخدم هذا. تمام؟ خلينا ناخذ سؤال. السؤال رح يجي اما سؤال مكتوب كتابه
انه دائره طول قطر هكذا احسب محيطها، او بيعطيك دائره مرسومه وانت بدك تعرف هذا قطر ولا نصف القطر. لو انا جبت لك دائره معطيني انه طول هذا 14 سم، هذا قطر ولا نصف قطر؟ هذا قطر. فاي قانون رح استخدم؟ لا ارفع ايدك، ارفع ايدك، احكي يا احمد. بس السؤال معطيني قطر، لما يكون اثنين يعني بدي نصف القطر مرتين عشان يعطيني القطر، فالاثنين بستخدمه بنصف القطر ماشي. فالقانون اللي راح استخدمه سي تساوي باي في دي، تمام؟ الاثنين لما يكون اثنين يعني بدي نصف القطر مرتين عشان يعطيني القطر، تمام؟ طيب هلا بدي اعوض، كون القطر من مضاعفات السبعه فرح استخدم اي باي؟ رح استخدم 22 على 7. فبدل الباي رح استخدم 22 على 7 لما ما يكون في عمليه بينهم ضرب. بدل الدي شو بدي احط؟ رح احط 14. اسهل طريقه اني اختصر، على 7 فيها 1، على 7 فيها 2. هلا هون بدك تنتبه لي على شغله، بصير ما تحكوا خلاص. هلا الجواب سابع ما بيصير احط فيه يساوي، مين يحكي لي ليش؟ الجواب بده يكون تقريبا. ليش يا؟ لانه احنا استخدمنا الباي، والباي هي قيمه تقريبيه، فالجواب مستحيل يطلع معي 100% صح، فهو تقريبا قديش بيطلع الجواب؟ 22 ضرب 2 44 سنتيمتر. اذا محيط هاي الدائرة اللي قطرها 14 سنتي هو تقريبا 44 سنتي متر. واضح؟ لا ما دائما مساحة او محيط اي دائرة ما بقدر اطلعه بالضبط، بطلعه قيمة تقريبية. 22 على 7 قيمة باي، هي القانون سي تساوي باي في دي، هذا القانون. لانه 22 ضرب 2 44، واحد هون الماء له مقام مقامه واحد، واحد ضرب واحد واحد. طيب افتح دفترك اكتب معي القانون عشان نبلش نحل الاسئله. خلينا نستغل الوقت. هيني لسه بدي احل. بس اخلص بتسكر دفترك وبتكمل معي ماشي؟ ناموا ناموا، اعملوا اللي بدكم اياه. سي يعني محيط. بحي. يوسف قوم اكتب.
يلا خلينا نشوف هذا السؤال. السؤال بيحكي لي جد محيط كل دائرة مما ياتي، واستعمل بدناش نستعمل الحاسبة، وقرب إجابتك لأقرب جزء من 10. يعني أنا بعد ما أطلع الجواب بدي أقرب لأقرب جزء من 10. السؤال الأول معطيني قطر ولا نصف قطر؟ ارفع إيدك. آه يا عبد الرحمن قطر. السؤال الثاني قصاي نصف قطر. السؤال الثالث قطر. تمام. طيب السؤال الأول أي قانون رح نستخدم؟ احكي محمد. تمام سي تساوي باي دي. السؤال الثاني أي قانون رح نستخدم؟ سي تساوي باي باي مش واي تو باي آر. والسؤال الثالث تمام سي تساوي باي في دي. يلا السؤال الأول عندي الدي قديش معطيني إياها؟ 13 سنتيمتر. حكينا إذا الدي أو الآر من مضاعفات السبعة رح أستخدم 3.14، مش من مضاعفات السبعة رح أستخدم، مش من مضاعفات السبعة بستخدم 3.14، من مضاعفات السبعة بستخدم 2.7. هل ال 13 من مضاعفات السبعة؟ لا 3.14. تمام رح أستخدم القانون سي تساوي باي في دي. برأيي يلا طبق معي. سي تساوي الباي قديش استخدمها؟ دي هي 3.14 والدي قديش معطيني اياها؟ تمام هي 13. كيف انا بضرب كسر عشرية؟ بتجاهل الفاصلة وبضرب ضرب عادي. رح اضرب 314 و13. قيس حل معي. شكرا يا براء. قيس حل معي. يلا 3 في 4 12. 3 بواحد 4 3 3 9 زائد 0. يلا 1 في 4 4 1 في 1 1 1 في 3. يلا اجمع 8 10. تمام والفاصل بعد كم منزل يا قصي قيس؟ بعد منزلتين. إذا سي تقريبا ما بنحط يساوي تقريبا كم يا عمار؟ اقرأ اقرأ الرقم. ما تكتبوا هلا بعتقرأ. 40 صحيح؟ عمار اقرأ ما سمعتك. تمام 40 صحيح. 82% سنتيمتر. بدنا ننتبه على الوحدة، دائما وحدة المحيط بتكون نفس وحدة القطر أو نصف القطر. ليش بحكي لك هيك؟ هلا بالمساحة رح يفرق معي. تمام لان هالمساحه دائما وحده مربعه، اما المحيط بتكون وحدته نفس وحده القطر ونصف القطر. تمام طيب هيك خلص حله محمد. يلا السؤال الثاني كان معطيني انه نصف القطر يساوي 18 كيلومتر. يلا يحيى اي قانون راح استخدم؟ سي تساوي تمام سي تساوي 2 باي ار. كونها 18 من مضاعفات السبعة ولا لا؟ لا، فأي ايش رح استخدم؟ اي باي؟ تمام، بصير عندي 2 ضرب 3.14 ضرب الار قديش معطيني اياها؟ 18. اسهل شيء اعمله. هلا لو انا ضربت 2 في 3.14 رح يطلع معي عدد 10، صح؟ بعد ما اخلص هاي بدي ارجع اضرب عدد 10 في عدد صحيح، يعني رح اضرب هيك عدد، اسمعوني، هيك رح اضرب عدد 10 مرتين. فاسهل طريقه دائما اعملها اني اضرب الاعداد الصحيحه كلها مع بعض، واخر شيء بضربها في العدد العشري. تمام؟ هلا بضرب 2 ضرب 18 كم؟ 36. فبصير عندي سي تساوي 36 ضرب 3.14. ليش عملنا هيك؟ عشان يعني ليش ما ضربنا اللي جنب بعض؟ بس عشان ما نضرب كسور 10 مرتين. هلا بدي اضرب من دون فواصل 314 في 36. كمل يا يحيى. يلا 6 في 4 24 6 في 1 8 6 في 3 18 0. يلا 12
أربعة تسعة. يلا أربعة عشرة 13 الفاصلة بعد كم منزلة؟ منزلتين. شكرا يا يحيى. رائد اقرأ اقرأ الرقم. واحد ثمانية وأربعة 12 واحد 13 طب أنا بعد قديش حطيت؟ بس منعدني اليمين لليسار. منعدني اليمين لليسار. دائما العد بيكون بالمنازل العشريه، منزلتين عشريات بيكون منزلتين عشريات. 113 صحيح و4% تمام 113 صحيح و4%. طيب اذا الجواب تقريبا 113 صحيح و4% والوحده كيلو متر. تمام اكتبوا عشان اعطيكم